السلام عليكم. احنا كنسكنو في دواري تاع الطول العربي، سمي عبد اللطيف طالب علي، تمام. جامعة أكافين. جامعة أكافين ضربنا الزنزة كما ضرب كاع الناس. وانت كتشوف الدار كي دايرة، الدار كي دايرة، ولكن حنا كنسكنو دابا حنا غير على بر، حنا وليداتنا مدة 7 شهور. هادي حنا انا وليداتي هاد الأسرة 5 الناس، وغادي نديك للدار ديالي فيها حتى هي 5 الناس، انا ولادي 3 صغار والمرأة عايشين غير في الميكرا. غتشوف ديك دابا تشوف فين كنعيشو حنايا. وبالنسبه للدعم المخصص للمنازل ديال المتضررين استفدتوا؟ استفدنا، عطاونا واحد جوج كودات. انا عطوني جوج كودات وحبسوا عليا. صافي صافي، هاد السيد هذا عطاه كود واحد 50,000 وحبسوا عليا. وبالنسبه لل وانت هو راه عايش غير برا مع وليدك. بالنسبه فاش جات شنو القرار اللي عطاتكم على الدار؟ هاد الناس عطاو لهاد الملك كلي، هاد السيد راه عطينو لهاد الملك كلي، قال لي تخرج من الدار وراه بات تهدم كلها. قال لي خصها تهدم، راه عنده ورقه لهاد الملك كلي. وبالنسبه لعندك انت؟ انا بحالي بحالو، راه كاع عندنا لهاد كلنا هنا لهاد خرج على برا. وانت الدور غادي تسرى وتشوف كي دايرين، راه الدار ديالي داك كاع من هاد الدار هادي راه مكبسه بزاف، غاتشوفها وغاتشوف فين كنعيشو دابا حنايا. هذا الحيط هذا مهدد بالسوق، هذا الحيط هذا شتي، هذا هو راه غير مكالينو. هذا الحيط هذا كندخلو حنا وليداتنا من هنايا، راه مهدد. واش هذا الحيط هذا كله هذا غير 50 هذا الخشب هذا. شوف هادي هادي راه مصرية فوق منا، مصرية فوق منا، وكطيح كلها في الطريق ديالها. انت فاش حطيتها كاينة واحدة كتحكي فيها هذا نحط التراب الاولاني هذا ديال حيط اللوح. راه كاين مصريه فوق من هذا الاولاني. الى غتخرج فيها اخويا شنو كيدير؟ هي كاع مفرقه المصريه كلها بطيح هنا كلها. هذيك راه فيها العلو بزاف. بس لا خلاف انت الباب وكلا ما خصوش لها. ما كاينش شي رانز البنزين هنا في الدار. شحال من عام تقريبا انت ساكن في الدار؟ تقريبا انا كبر فيها. واش باش تجوج دابا وسكنت هنا زلتني شي 22 سنه هادي ولا دول لونا دابا 18 سنه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.